هو ده اللي عليك انك تعرفه. الريد بلاد سيل بتتكسر بتطلع هيم وبروتوبورفرين، الهيم بيطلع لنا الاندايركت بيلروبين. البيلروبين ميتابوليزم لما نبص عليه هنلاقي الموضوع في واخد كذا ستيب وسو سيمبل، ومن الستيبس ممكن نطلع ايه اسباب الاندايركت هايبرجلايكوميا. اول حاجه البرودكشن بيطلع منين؟ من تكسير الريد بلاد سيلز. طيب والسبين هو اللي مسؤول عن كده. طيب لو قلنا اول حاجه الريد بلاد سيل ماس كتير، يعني بوليسايسيميا، زي البوليسايسيميا دي شفناها في الانفنت اوف دايابيتك مادر، وشفناها في الفالوت، شفناها في اسباب كتير، يبقى اذا الريد بلاد سيل ماس اكتر، يبقى تاني العمر بعد العمر بتاعها اللي هو 120 يوم هتتكسر، هتطلع لنا اندايركت بيلروبين. ده سبب. سبب تاني للاوفر برودكشن هيموليسيس، تكسير، تكسير في الريد بلاد سيلز زي الايزوميون ار اتش انكومباتيبلتي، اختلاف ما بين فصائل الجنين وفصيله الام، وفي انتي بوديز بتكسرها اي بي او انكومباتيبلتي او ار اتش فاكتور، هنتكلم عنهم بالتفاصيل. يبقى اول حاجه السورس اوف برودكشن اوف اندايركت بيلروبين عالي، سواء ان في بوليسايسيميا او سواء ان في اون جوينج هيموليس. بعد كده بتبقى بيحصل له ترانسبورت لغايه الليفر. الليفر بيعمل له ابتيك، الليفر بيعمل له ابتيك عن طريق زد اند واي ريسبتورز. طيب لو عندنا مشكله في الابتيك، مشكله في الابتيك يعني الليفر ما بيعملش ابتيك للاندايركت بيلروبين، مشكله في الزد والواي ريسبتورز، مرض اسمه جيلبرت، يبقى برضه الاندايركت بيلروبين عالي. يخش الليفر في الهيباتوسايتس في انزيم اسمه جلوكورينايل ترانسفريز. جلوكورينايل ترانسفريز يعمل له كونجوجيشن، يعمل له كونجوجيشن، هنا بقى دايركت بقى خلاص. طب الانزيم ده مش موجود، الجلوكورينايل ترانسفريز ديفيشنسي في مرض اسمه كريجلر نجار، يبقى برضو عندي الاندايركت بيلروبين عالي. يبقى لغايه الستيب بتاعت الكونجوجيشن نعيد تاني، اوفر برودكشن اوفر سواء بوليسايسيميا، كرات الدم الحمراء كتيره وبالتالي لما تتكسر الاندايركت بيلروبين لود بيبقى عالي، او ان او هيموليسيس زي ار اتش او اي بي او انكومباتيبلتي، او مرض زي جي 6 بي دي، او سفيروسايتوزز، كل ده اوفر برودكشن. طيب الخطوه الثانيه الابتيك، الابتيك مش كويس عن طريق الزد واي بروتين، الاندايركت بيلروبين يعلى، قلنا مرض اسمه جيلبرت. ثم الكونجوجيشن في الهيباتوسايتس عن طريق الجلوكورينايل ترانسفريز انزيم، ده مرض لو الديفيشنسي في الانزيم ده اسمه كريجلر نجار، ونجار ده راجل عربي نجار اللي اكتشفوا المرض ده، برضه الاندايركت بيلروبين عالي. طيب حصل كونجوجيشن دايركت هيحصل له، هيبقى هيتحول لستيركوبايلين وستيركوبايلينوجين، وينزلوا مع البايل في الانتستن، ودول اللي بيغمقوا لون البراز. ماشي. طيب في نقطة أخيرة، في عندنا حاجة اسمها انتيروباتيك سيركوليشن إلى الليفر، يعني حتى لما بتهضم وتتحول مايكرو نيوترينس يحصل لهم عايز حد بس يرد عليه. تتوقع لو انت جعان او نوعا ما في نوع من انواع الجعان او في حاله ستارفيشن، الانتيرو سيركيليشن اللي هتاخد من الانتستين رايحه للليفر عاليه ولا قليله؟ رد عليا. نعم هتقل يا دكتور؟ لا هتعلى جامد جدا، عشان اي معلقه او اي لقمه تاكلها من حاله الستارفيشن عايزين نروح ممتصينه على طول، لان الجسم بيعاني من حاله ايه؟ ستارفيشن. طيب لو الام عندها الانتيرو هيباتيك سيركيليشن دي فيها انزيم اسمه جلوكورينيديز، ديز يعني بيشيل، او دي كونجوجيز تاني، دي كونجوجيز او جلوكورينيديز زي لايبيز زي مش عارف، يبقى ده بيكسر الكونجوجيشن ده، يقوم الدايركت يرجع تاني، يبقى ايه؟ يبقى اندايركت بيلروبين. طب ايه حاله الاستارفيشن في النيو بورن؟ سكانتي بريست ميلك،
ام ما بترضعش بالدرجه الكافيه، الولد ما بيرضعش، فاي نقطه لبن بتجيله والانتيروباتيك سيركيليشن بتاعته عاليه يبقى هيحصل دي كونجوجيشن تاني والاندايركت بالروبن. يعني دول باختصار شديد الاسباب اللي ايه بتعمل لنا الجونز. هنتكلم عن الايتيولوجي بتاعت النيونيتال هايبربوليدوريميا، يا اما فيسيولوجيكال يقولوا عليها الصفره الطبيعيه، يا اما باثولوجيكال. الفيسيولوجيكال دايما ان كونجوجيت، انما باثولوجيكال كونجوجيت ده في النيونيتال كوليستيزس، ده خلاص حصل كونجوجيشن وبعد كده في مشاكل بقى في الليفر اوبستراكشن، كوليدوكال سيست، انتراهيباتيك بيلاري باوستي، هيباتايتس. النيونيتال كوليستيزس ده سبجكت لوحده. يبقى الباثولوجيكال يا كونجوجيتد يا ان كونجوجيتد. النهارده بنتكلم مين على الايه الان كونجوجيتد، لان الكوليستيز نيونيتال كوليستيز او الاوبستراكتيف جوندس ده سبجكت لوحده. الفيسيولوجيكال هايبر بيليروبينيميا اوف ذا نيونيت، كل جرام هيموجلوبين كونتينز 35 مللي جرام ان كونجوجيتد بيليروبين. النورمال تيرم انفانت بريك داون نص جرام هيموجلوبين بير داي. ذا نيو بورن جت كونتين في الانتيروباتيك سيركيليشن بيتا جلوكورينيديز، او تقدر تسميه اسم تاني دي كونجوجيز، ويتش هيدروليسيز، يعني يرجع تكسر تاني الكونجوجيتد بيليروبين انتو ان كونجوجيتد. ان كونجوجيتد بيليروبين از ابزوربد باك انتو ذا انتيروباتيك سيركيليشن، والانسيدنس اونلي 60% اوف فول تيرمز و 80% بري تيرمز. البري تيرمز اللايف سبان بتاعت الريد بلاد سيلز بتاعته 90 مش 120، يبقى التكسير اسرع. البري تيرم عرضه للاسفيكسيا، البري تيرم عرضه للهايبوكسيا، البري تيرم عرضه للسبسس، كل دي اسباب تزود تكسير الايه الريد بلاد سيلز، عشان كده الانسيدنس اعلى شويه في البري تيرم. الفيسيولوجيكال هايبر بيليروبينيميا ايتيولوجي دي اللي بيسموها الصفره الفسيولوجيه او الطبيعيه، اول سبب ليها انكريز بيليروبين برودكشن، انكريز ريد بلاد سيل فوليوم بير كيلوجرام، يعني نسبة الريد بلاد سيلز لكل كيلو من وزن البيبي زيادة. ديكريز ريد سيل ريد بلاد سيل سرفايفل 90 دايز فيرسس 120 داي في الكبار، وفي البري تيرم اقل من 90 يوم، يعني ممكن تلاقيها 60 و70 وكده. ان انفانتس كومبير تو ايه ادلتس. انكريز انتيرو هيباتيك سيركيليشن، ليه increase enterohepatic circulation؟ لأن عند الولادة لسه البريست ميلك بيبقى not well established وبيرضع على فترات أقل و و يبقى enterohepatic circulation is increased. Caused by high levels of beta glucuronidase أو ليه اسم تاني قلنا deconjugase enzyme, decrease intestinal bacteria, decrease gut motility and poor evacuation of bilirubin laden meconium. سيبك من الأسباب التانية، أهم حاجة إن في إنزيم اسمه beta glucuronidase أو deconjugase. Defective uptake of bilirubin from plasma. دي مشكلة في الأبتيك due to decreased Y protein. الأبتيك نفسه مش كويس وقلنا مرض اسمه جيلبرت. Defective conjugation due to decreased activity of glucuronyl transferase enzyme. وقلنا المرض اللي نقص الإنزيم ده نفسه في الـ في الـ في الـ في الهيباتوسايت اسمه كريجلر نجار، ونجار ده أعتقد يا دكتور بيقولوا عليه كان سوري أو مصري بس مش عارف هو كان إيه يعني. طيب سؤال تاني، ازاي احنا هنفرق؟ How can you differentiate between physiological and pathological joints؟ والجدول ده مهم جدا جدا جدا، اقعد اقول جدا للصبح وسهل. اول حاجه الاونست بتاعت الجونز، الفيسيولوجيكال بتيجي عند اليوم التاني او التالت، يبقى اول يوم البيبي مش باين عليه الصفره، ثاني يوم ها، ثالث يوم تبقى واضحه. انما الباثولوجيكال always in the first 24 hours، يعني اول ما اتولد بعد 6 ساعات ادها لامه لاحظوا ان هو مصفر من اول 24 ساعه. الريت اوف ذا رايز اوف الاندايركت بيليروبين، الريت اوف ذا رايز less than 5 مللي جرام بير دي سي لتر بير داي في الفيسيولوجيكال، يعني هو النهارده احنا اكتشفناه على اليوم الثالث كان 5، ثاني يوم بقى 7 او 8، ثالث يوم بقى 10، يبقى هو كل يوم بيزيد بس باقل من 5 جرام 5 مللي جرام بير دي سي لتر بير داي. انما الباثولوجيكال بيزيد في اليوم مور ذان 5 مللي جرام بير دي سي لتر بير داي، يعني ظهرت عند اول يوم كانت 10، ثاني يوم بقت 17، ثالث يوم بقت 25. يبقى اذا
الريت اوف ذا رايز مور ذان 5 ملي جرام بير دي سي لتر بير داي. البيك ان فول تيرم اعلى ليفل ممكن توصل له في الفول تيرم، البي تيرم اعلى شويه، ليس ذان 15 ملي جرام بير دي سي لتر، يعني عاده ما بتعلاش عن ال 15. انما الباثولوجيكال مور ذان 15 ملي جرام بير دي سي لتر. وهقول لك الخطوره في ايه دلوقتي. التايب اولويز ان كونجوجيت الفيسيولوجيكال، انما الباثولوجيكال كونجوجيتد او ان كونجوجيت. الديوريشن بتستمر قد ايه؟ اسبوع في الفيسيولوجيكال اكتر من اسبوعين في الباثولوجيكال. الاندايركت بيلروبين لما يعلى في الدم يا دكاتره، مع اولا هو ما بيغمقش لون البول عشان تبقى عارف، الاندايركت ما بيغمقش، انما هو بيترسب في بيكروس البلاد برين بارير وبيترسب في البيزل جانجليا ويعمل لنا سيفير دامج ليها، حاجه اسمها كرنكترس هنتكلم عنه واحنا ايه جايين. طيب يبقى الجدول ده سهل وبسيط ومهم، ومهم في الام سي كيو وفي الاورال وفي الريتن، وسو سيمبل ازاي تفرق بين الفيسيولوجيكال اند ايه باثولوجيكال. الاونست في الفيسيولوجيكال على اليوم الثالث، الباثولوجيكال في اول يوم بتظهر، الفيسيولوجيكال ما بتزيدش اكتر من 5 جرام بير دي سي لتر بير داي، الباثولوجيكال بتزيد اكتر من 5 جرام بير دي سي لتر بير داي، البيك ليفل في الفيسيولوجيكال 15، في الباثولوجيكال اكتر من 15، الفيسيولوجيكال از اولويز ان كونجوجيتد او اندايركت، الباثولوجيكال ممكن تبقى ان كونجوجيتد او كونجوجيتد، الديوريشن بتاع الفيسيولوجيكال اسبوع انما الباثولوجيكال مور ذان 2 ويكس. طب نشوف الاسباب الباثولوجيكال اللي احنا اتكلمنا عنها. causes of pathological unconjugated hyperbilirubinemia. أول حاجة overproduction of bilirubin. البيلروبين الاندايركت بيلروبين production بتاعه عالي. hemolysis تكسير في الريد بلاد سيلز. isoimmune hemolytic disease of the newborn اللي هو RH incompatibility هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل. والABO اختلاف الفصائل ما بين الجنين والأم، الأم بتبقى O والولد طالع A لأبوه أو طالع B لأبوه، وبالتالي الـ O جروب الأم الـ O جروب عندها أنتي بوديز أجينست الـ A والـ B، وبالتالي بتكسر إيه؟ دم الجنين بتاعها. يبقى أول حاجة هيموليسيس. أيزو إميون هيموليتيك ديزيز أوف ذا نيو بورن، أر إتش أو أي بي أو إنكومباتيبيليتي، ده اختلاف في فصائل الدم. الـ أر إتش عادة بيبقى الأم أر إتش نيجاتيف والبيبي بتاعها أر إتش بوزيتيف، بس أنا جايين له دلوقتي. أو هيموليتيك أنيمياز زي السفيروسايتوزز، هيريديتيك سفيروسايتوزز، جي 6 بي دي، أند ألفا ثلاسيميا. طب البيتا ثلاسيميا ده نقطة مهمة قوي قوي في الإم سي كيو، البيتا ثلاسيميا الهيموليسيز اللي فيها يظهر عند الولادة؟ لا، at 6 months of age. وبالتالي البيتا ثلاسيميا اللي هي أنيميا البحر الأبيض المتوسط، تكسير الدم بيظهر عند 6 months، حاجة اسمها سويتش ميكانيزم مش قضيتنا تدرسوها بالتفصيل في 502. انما الالفا ثلاسيميا دي مش شائعه عندنا في مصر، وبالتالي ما تقولهاش اول حاجه، دي بتاعت الشرق الاقصى، بتاعت اليابان والصين والدول دي. طيب تاني في الاوفر برودكشن اوف بيلروبين، اكسترا فاسكولار بلاد، يعني البلاد متجمع في هيماتوما زي كفال هيماتوما، بيرث انجري، تجميع شويه دم، الدم متجمع في اي هيماتوما اتكسر، اكستنسيف بروزز يزود لنا الايه اندايركت بيلروبين. انكريز ريد بلاد سيل ماس، بوليسايسيميا، ريد بلاد سيل ماس كتيره، بوليسايسيميا زي في حالات ايه قلنا، زي في حالات الانفنت اوف دايابيتيك ماذر، وحالات برضو الفالوت، كل ده بوليسايسيميا، يبقى الريت اوف البرودكشن، ريت اوف تكسير بتاع الريد بلاد سيلز عادي، بس ريد بلاد سيلز كتير وبالتالي بيبقى فيه اوفر برودكشن اوف بيلروبين. يبقى دي اول خطوه، البرودكشن اوف بيلروبين از هاي. تاني حاجه الابتيك، ديكريز بيلروبين ابتيك باي ذا ليفر، مرض اسمه جيلبرت سيندروم او فاميليال ديفيشنسي اوف واي اند زد بروتينز. ثالث ما خلاص حصل ابتيك مثلا، ثم في ديكريز بيلروبين كونجوجيشن، ديفكت ان جلوكرونايل ترانسفريز انزيم، مرض اسمه كريجلر نجار، وقلنا نجار ده راجل عربي. كريجلر نجار ده المرض سيندروم ده فيه تو فورمز، اوتوزومال ريسيسيف فورم از فيري 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 سيفير congenital absence of the enzyme، وبيوصلوا للثلاثينات والاربعينات الليفل بتاعت الايه الليفل بتاع الاندايركت بالروم، وقلنا انه خطير جدا على البيزل جانجلي. تايب 2 اوتوزوم كريجلر نجار سيندروم اوتوزومال دوميننت، وده بيبقى congenital deficiency، انما الاوتوزومال ريسيسيف
ايه ابسنت تمام. ثم suppression of the enzymatic activity. يا ترى الجلوكوناي ترانسفريز انزيم ده يا ترى ممكن يحصل له suppression للانزيم اكتيفيتي؟ في حاجه اسمها بريست ميلك جوندس وكريتينيزم هايبوثايرويديزم. طب هايبوثايرويديزم مفهومه، انما البريست ميلك جوندس ممكن تلخبطك باللي احنا قلنا عليه في الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. احنا قلنا لو في بريست ديفيشنسي، بريست ميلك ديفيشنسي او سكانتي بريست ميلك او بريست فيدنج فيلير، الانتيرو هيباتيك سيركيليشن بتزيد ويحصل دي كونجوجيشن ويرجع تاني البيلرومين يبقى ايه اندايركت. دي اسمها بريست فيدنج فيلير جوندس. انما ايه بريست ميلك جوندس دي؟ بريست ميلك دي حاجه تانية بقى، ده بيرضع طبيعي وكل حاجه، الميلك فيه في لاسباب غير معلومه في بعض اوف ذا اليمنتس ويتش سبريس الاكتيفيتي بتاعت الايه؟ بتاعت الانزيم ده. ثم increased interior hepatic circulation بيحصل في حالات الباريوريك ستينوزز والانتستال اوبستراكشن وبريست فيدنج. هنا بقى ايه؟ بريست فيدنج جوندس. خلي بالك في كلمتين ليهم علاقه بالبريست، بريست ميلك جوندس وبريست فيدنج جوندس، وازاي تفرق ما بينهم؟ الايز اول حاجه نتكلم عنهم في الاوفر برودكشن او الهيموليسيز للريد بلاد سيلز، ايزوميون هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيوبورن ديو تو ار اتش انكومباتيبيليتي. تسمع ان فصيله دمك اي بي اي بوزيتيف بي بوزيتيف ونيجاتيف، ده هو الار اتش فاكتور. يبقى انا لما عندي اي بوزيتيف يبقى انا فصيله الدم ايه وار اتش بوزيتيف نيجاتيف يعني. طب الار اتش فاكتور ده اللي على الريد بلاد سيلز في تو جينز مسؤولين، في 1 جين مسؤول عن 1 اليل. احنا قلنا احنا جينات موجودين في 2 اليلز على كل كروموزوم، في dominant allele over a recessive allele. يبقى دي capital is dominant over the small. So individuals عندهم both dominant alleles زي دي capital دي capital or دي capital دي small are Rh positive. انما عشان نقول الام دي Rh negative معناها انها دي small دي small. طب الام الحامل اللي هي ار اتش نيجاتيف، الام دي النيتشر بتاعتها ما بتكونش انتي بوديز، لسه ما عندهاش انتي بوديز ضد الار اتش بوزيتيف، يبقى هي حملت في بيبي ار اتش بوزيتيف بس هي ما عندهاش ايه ناتشرلي كده ما عندهاش انتي بوديز اوف اميونو جلوبولين جي تايب. الاميونو جلوبولين جي هو اللي بيعدي البلاسينتا، هو ده اللي هيعدي كسر. طيب امال ازاي الام الار اتش نيجاتيف بتكون انتي بوديز وتكروس ذا بلاسينتا تكسر دم الجنين بتاعها؟ اول حاجه لازم يحصل سنسيتايزيشن للار اتش نيجاتيف مادر، يعني هي لازم تتعرض لريد بلاد سيلز بوزيتيف. لو مور ذان 1 مليليتر of Rh positive fetal blood enters the maternal circulation during abortion or delivery. يبقى تاني يعني ايه during abortion of delivery؟ يعني هي خلفت اول بيبي Rh positive، ما كونتش اجسام مناعيه لسه، بس اثناء عمليه الولاده تعرضت لدم الجنين ده اكتر من ملي واحد بس، راحت مكونه انتي بوديز. حملت تاني هي هنا بقى حصل لها ايه؟ بقت sensitized عندها انتي بوديز تكسر دم الجنين التاني. طيب سيبك من اول ولاده، اول حمل ليها حصل ابورشن، يبقى اول حمل حصل ابورشن، اثناء الابورشن بقت سنسيتايز تعرضت لدم الجنين اللي ابورتد ده، يبقى اول ولاده ليها هنا بقى ممكن اول ولاده ليها ممكن تكسر دم البيبي بتاعها. بلاش دي ام لهي لا حصل ابورشن ولا ام بتاع ده ولدت قبل كده، الست دي وهي حصل لها اي حاجه وهي بنت حادثه عربيه مثلا نقلوا لها دم ار اتش بوزيتيف راحت كونت انتي بوديز، جت اتجوزت وخلاص، يبقى ده اللي يبقى لازم تعرف ان الار اتش
انتي بوديز مش موجودين ان نيتشر كده في دم الام، لازم تبقى سنسيتايز الاول. يبقى 1 مور ذان 1 مللي لتر اوف ار اتش بوزيتيف فيتال بلاد انترز ذا ماتيرنال سيركيوليشن ديورينج بريفيوس ابورشن او بريفيوس ديليفري او ترانسفيوجن اوف ار اتش بوزيتيف بلاد. Anti RH antibodies are formed immunoglobulin G subclass that crosses the placenta. Immunoglobulin M does not cross the placenta, causes the hemolysis of fetal red blood cells. This usually occurs during first pregnancy if sensitization occurred by by mismatched blood transfusion or previous abortion, or in subsequent pregnancies if sensitization occurs by the first pregnancy. كلام سهل وسيمبل مفهوم. الكلينيكال بيكتشر از فاريبل. مايلد فورم يا دوبك اونلي لابراتوري ايفيدنس اوف مايلد مولس. تلاقي شويه تكسير انيميا شويه ريتيكولوسايتوز شويه كده. مودريت فاريبل ديجريز اوف انيميا اند جوندس. سيفير فورمز هاي دروبس فيتاليس. ايه هاي دروبس فيتاليس؟ اكيد خدته في النساء. ماركت انيميا ان ذا فيتس اور نيو نيت. Anemic heart failure. اللي عنده بقى سيفير الفيتس ده in severe anemic heart failure. شو الهارت فيلير بيعمل إديمة وبيعمل أسايتس وبيعمل تورم، هو اللي حصل له كده فعلا بسبب الهيموليسيس أثناء الرحم. Severe anemic heart failure خلاه بقى إيه هارد هوسبيتالز. يبقى في respiratory distress، يبقى في pleural effusion وجنراليزد إديمة وبيريكارديال effusion. Which is the severe case بيحصل death in utero or shortly after birth. يبقى mild form يا دوبك laboratory findings evidence of hemolysis, moderate variable degrees of anemia and jaundice, severe forms hydrox fetalis, it is a form of severe anemic heart failure in utero. الايزوميون هيموليتيك disease due to RH incompatibility is not common. برغم ان هو الحمد لله هو الحمد لله is not common زي الـ ABO incompatibility الا انه more severe. ليه؟ لان الفاذر may be heterozygous so the baby may be RH negative. فيتو maternal transfusion occurs only in 50% of pregnancies. الحاجة التانية الـ de-antigenicity is variable. ساعات weak antigenicity ساعات strong antigenicity، وبالتالي sensitization بتاع الأم هيبقى ايه مختلف. يعني هيبقى في variable maternal antibody response. يبقى incidence is not as common as although more severe than the ABO incompatibility. التريتمنت induction of labor between 33 و 34 weeks عشان نمنع ان الام ايه يختلط دمها بدم الفيتس. ولو في ماركت هيموليسيس اون جوينج هيموليسيس في الفيتس وهايتروبس لازم نعمل لنا اندكشن اي اوف ليبر. انترا يوتراين انترا امبيليكال براد ترانسفيوجن، يعني انترا يوتراين وعن طريق الامبيليكال فين ندي ايه ننقل دم. لما يتولد بنعمل له فوتوثيرابي عشان نعمل هيدروليسيس للتكسير للاندايركت يعني نخليه نوع ما يبقاش مضر للبيزال جانجليا، ونعمل اكستشينج ترانسفيوجن هنتكلم عنه بالتفصيل فولوينج ديليفري. طيب وبنقطه مهمه بقى جدا، عايزين نعمل اليمينيشن اوف فورين ريد سيل انتيجينز باي هيومن انتي دي جلوبولين. يبقى بنحكي الام انتي دي جلوبلين عشان يعمل نيوتراليزيشن للفورين ريد سيل انتيجنز. از ادمنستريتد ات 28 ل 32 ويكس جيستيشن، وبنديها تاني within 72 hours of delivery or abortion عشان الام ما تبقاش سنسيتايز. والدوز انترامسكولار انجكشن اوف 1 مليليتر او 300 مايكروجرام اوف هيومن انتي دي جلوبلين كان نيوتراليز 10 مليليتر اوف فيتال بلاد. يبقى يعني نعمل اندكشن اوف ليبر عند 33 34 اسبوع لو دكتور النساء قال في ماركت هوموليسيس وداخل في هايدروبس. نحقن دم عن طريق انترا يوتراين انترا امبيريكال بلاد ترانسفيوجن. البيبي اتولد نعمل له فوتوثيرابي واكسشينج ترانسفيوجن. ندي انتي دي جلوبولين على عند تقريبا 30 ويكس جستيشن و72 بعد الولاده او بعد اي ابورشن حصل ابورشن نديها برضه
عشان ما تبقى سنسايز في الايه؟ في الولاده الثانيه. والدوز 1 ملي لتر لكل ايه؟ 300 ملي. طيب الايزو اميون هيموليتيك ديزيز ديو تو اي بي او انكومباتيبلتي. الاي بي او انكومباتيبلتي بقى فصائل الدم العاديه. خلي بالك ان الانتي بوديز اجينست اي بي او سيستم ار ناتشرالي اوكيرنج، يعني طبيعي موجوده. انتي بوديز ار اوف اميونوجلوبولين ام، وبالتالي ما بيعدوش البلاسينتا. قلنا الام ده حجمه كبير ما بيعديش البلاسينتا. With few of immunoglobulin G type, then can cross the placenta. It is more common but milder. Rare connectress. ايه connectress؟ connectress هو ترسب ال indirect bilirubin على ال basal ganglia ويعمل لها damage. More common but milder than RH compatibility. Seen only in A or B infants او fetuses. الجنين طالع A post، طالع A او B. Born to O group mother. طب اشمعنى O group mother؟ لأن الأم اللي O عندها naturally كده occurring anti A و anti B، بس مش immunoglobulin M type of immunoglobulin G class. تاني لو الأم فصيلة دمها ايه؟ هي عندها انتي بي انتي بوديز. الأم اللي فصيلة دمها ايه؟ عندها انتي بي انتي بوديز ناتشرالي اوكيرنج، بس من اميونوجلوبولين ام فما بتعديش البلاسنت. انما الأم الأو عندها انتي اي وانتي بي بس اميونوجلوبولين جي سب كلاس، يعني they cross the placenta. يعمل هيموليسيس اوف ذا بيبي ريد بلاد سيل during pregnancy or after delivery. هل دي محتاجه previous sensitization؟ لا. هل محتاجه previous اختلاط دم الجنين بيها؟ لا. محتاجه previous abortion؟ لا. محتاجه لا، ده naturally occurring. وبالتالي it may be seen in the first born infant because of the maternal antibodies are natural. يبقى احنا عندنا RH incompatibility، ال RH negative mother حملت في RH positive baby، وال ABO incompatibility لأم فصيلة دمها O لأن ال O عنده anti A و anti B antibodies بس of immunoglobulin G subclass اللي بيعدوا placenta. طيب ال breastfeeding jaundice اللي احنا قلناها breastfeeding failure. ايوه ال IgM ما بيعديش صح؟ ال immunoglobulin M حجمه كبير ما بيعديش البلاسنتا. تاني لو ام فصيله دمها بي، اتجوزت راجل فصيله دمه ايه، والبيبي بتاعها ايه، هي عندها انتي ايه فعلا، هي عندها انتي ايه، يعني المفروض طبيعي تقول لي يا دكتور ياسر الانتي ايه بتاعها هيعدي بلاسنتا يكسر دم ابنها. لا، لانه بيومونوجلوبولين ام سب كلاس. انما فصيله الام اللي فصيله دمها او عندها انتي ايه وانتي بي بس اوف ايمونوجلوبولين جي سب كلاس. الايمونوجلوبولين جي ده حجمه صغير يعدي بلاسينتا يكسر. يبقى بيحصل لمين؟ لست واحده بس اللي هي فصيله دمها او، ومش محتاج بقى previous sensitization زي الار اتش. اوكي جات ات؟ تمام شكرا. طيب البريست فيدنج جوندس اللي هو ليها اسم تاني بريست فيدنج فيلير جوندس، نوت انف بريست ميلك جوندس، قليل المجاعه، مش مجاعة يعني مجاعة يعني قليل، جعان. Infants who are breastfed have higher bilirubin levels after day 3 of life compared to formula fed infants. The incidence of peak bilirubin levels بيعلى عن أكثر من 12 ملغ per deciliter in breastfed term infants، حوالي 12 ل 13%. The main factor thought to be responsible for breastfeeding jaundice is decreased intake of milk that leads to slower bilirubin elimination and increased enterohepatic circulation. يبقى كلمة السر حالة النوع من أنواع المجاعة increased enterohepatic circulation. طب الهيباتيك circulation دي فيها انزيم ايه؟ فيها انزيم ايه يا دكتور ياسر؟ فيها انزيم جلوكورينيديز او ليه اسم تاني دي كونجوجيز. بعد ما عملنا conjugation رجعنا فصلناه تاني فبقى indirect. طب ده كلينيكال يعرفه ازاي؟ أول حاجة البيبي از نوت جينينج بروبر واي. تاني حاجة الأم تقول لك على طول هانجري ومش ما بينامش وعلى طول جعان.
او تيجي تقول لك الستول بتاعه قليل، المفروض البيبي في اول 40 يوم بيعمل عندنا حاجه اسمها جاستروكوليك ريفلكس، المفروض يتبرز مثلا اربع مرات في اليوم، ثلاث اربع، ده بيتبرز قليل، سكانتي قليل، يعني الداخل قليل والخارج قليل، واصفر كده، انت تحس انك ايه، ان ده عنده. وعشان كده في نظام غلط عند بعض الدكاتره، يعني من غير ما نخش في تفاصيل، ان اي طفل عنده صفرة يرضعه لبن صناعي، يرضعه لبن صناعي وخلاص، على اساس انه هي يقلل الانتيريو هيباتيك سيركيليشن. طيب البريست ميلك جوندس، بريست ميلك جوندس ده هنا الميلك كفايه بس الميلك نفسه هو اللي بيسبب الجوندس، يبقى في اختلافين، البريست فيدنج جوندس وبريست ميلك جوندس. البريست ميلك جوندس ده بتبقى ليت اونست، يعني بتيجي متاخر شويه في الترم انفانس، ال 2-4%. ايه سببه؟ مش عارفين قوي ايه السبب عند بعض الاطفال، بعض البيبيز يعني. may be due to maternal hormone present in breast compete with bilirubin في الانزيماتيك اكتيفيتي، يعني بعض الماتيريالز او الهرمون موجوده في الميلك بيكمبيت مع البيلروبين على الانزيماتيك اكتيفيتي بتاعت الجلوكولونايد ترانسفريز. by day 4 على اليوم الرابع، instead of the usual form in serum bilirubin في الفيسيولوجيكال جوندس، the bilirubin level continues to rise and may reach to 20 to 30 milligram per deciliter by 14 days of age if no treatment is substituted. لو فضلنا مكملين breast milk breast milk breast milk the level will stay elevated لمدة اسبوعين. طيب بنعمل ايه في الحالة دي؟ بنوقف اللبن، لبن الام، ونقول لها لمده 48 ساعه، وكان زمان لمده 72 ساعه، ونقول لها في الفتره دي احرصي على انك تعملي على طول سكويزنج وايفاكويشن للبريست ميلك بتاعك. في ال 48 ساعه دول او 72 ساعه البيبي هيرضع لبن صناعي. وبعد 48 ساعه ارجعي رضعيه طبيعي تاني. نلاقي سادن فول، برغم انه رجع تاني اخذ الميلك بتاع امه تاني. سادن فول ودروب في الاندايركت بالروبن. الاسباب كلها ثيوريز ومحدش عارف يعني ايه بالظبط ايه اللي بيحصل. يبقى ايه بريست فيدنج ستوب؟ ذا بيلروبن ليفل ويل فول رابيدلي ان 48 اورز اند وين بريست فيدنج از ريزيومد ذا بيلروبن ماي رايز تو 2 تو 4 ملي جرام بات يوجوالي نوت ريتش ذا بريفيوس هاي ليفلز. يبقى عندنا حاجتين مختلفين، بريست فيدنج جوندس، not enough breast milk will increase enteral hepatic circulation و breast milk jaundice. تاني breast feeding jaundice او breast feeding failure jaundice breast milk jaundice. ال breast milk jaundice late onset وبيعلى shooting high قوي قوي قوي. late onset ده مهم في ال MCQs انها ظهرت متاخر عند اسبوع مثلا و reaching high، ولما اقول لك مثلا في ام سي كيو انه بيرضع كويس واللبن كويس، كميه اللبن كافيه بتاعت الام، وعلى اليوم السابع الصفرة عليت قوي قوي قوي، يبقى ده تقول بريست ميلك جونز. طيب البريست فيدنج فيلير جوندس فيرسس بريست ميلك جوندس، ازاي نفرقهم في التايمنج والفيزيوثيرابي والباثوفيسيولوجي سوري والكلينيكال فيتشر. البريست فيدنج فيلير جوندس timing for first week of life. البريست ميلك بيبتدي at age of 3 to 5 days عادة عند اسبوع، peaks at 2 weeks. pathophysiology بتاع البريست فيدنج decrease bilirubin elimination بسبب increased enteral hepatic circulation. clinical features بتاعت البريست فيدنج failure jaundice suboptimal breast feeding or signs of dehydration، ما هو ما بيرضعش. البريست ميلك جوندس هاي ليفلز اوف جلوكارينيديز ان بريست ميلك دي كونجيجيت انتستينال بيلروبين وانكريز انتيريو هيباتيك سيركيليشن او هرمونز او ماتيريالز بتعمل كومبيتيشن مع الانزيم اكتيفيتي عند الليفر. بتلاقي كلينيكال فيتشر ادكويت بريست في ادكويت بريست فيدنج ونورمال اكزامينشن، كل حاجه فيه نورمال بروبر ويت جين والبريست ميلك كويس وكل حاجه. اسسمنت اوف نيونيتال هايبربيلروبين، اول حاجه تفرق بين الفيسيولوجيكال والباثولوجيكال جوندس بالجدول اللي قلنا عليه ده، وبعد كده تعرف از ات ان دايركت ان كونجوجيتد ولا دايركت كونجوجيتد جوندس. كلينيكال ايفالويشن بالهيستوري اكزامينشن
investigations for unconjugated and conjugated johns. يبقى دول الاربع خطوات اللي انت بتعملهم. تفرق ازاي physiological pathological بالجدول الهام جدا، وبعدين تعرف دي unconjugated ولا conjugated بمنتهى البساطه، total bilirubin and total ودايركت bilirubin level ودايركت bilirubin، تعرف ان دي دايركت ولا indirect. Clinical evaluation بالهيستوري examination investigations for unconjugated and conjugated johns. History the time of appearance of the johns. لو هي ظهرت في اول يوم دي بقت pathological، لو هي على اليوم الثالث وما بتعلاش غالبا physiological، لو هي جت على متاخر على يوم اسبوع دي breast milk johns وهكذا. The order of the baby in the family or previous siblings عشان RH compatibility، حصل abortion قبل كده بقت sensitized، اخذ الدم قبل كده بقت sensitized. color of urine and stool قلنا الاندايركت الانكونجوجيتد بيلروبين ما بيغمقش لون البول، انما مين اللي بيغمق لون البول؟ الدايركت بيلروبين في حالات الكوليستيزس، بيبقى معاه طبعا clay colored stool. لو الصفرة ظهرت اقل من 24 ساعة first day RH incompatibility ABU incompatibility and congenital infection زي السورش انفكشن. لو على اليوم الثالث تقريبا physiological jaundice او polycythemia، على اليوم الثالث السابع sepsis bruising كفال هيماتوما مثلا كريجلر نجار سيندروم. اكثر من 2 weeks of age prolonged jaundice لو unconjugated على راسها البريست ميلك jaundice infection زي sepsis او urinary tract infection hypothyroidism gilbert disease اللي هو disease of uptake ده مشكله في الوايد وزاد بروتين بتاعه الابتيك او كريجلر نجار سيندروم، او لو conjugated cholestasis اي بقى سبب من ايه اسباب الكوليستيزس ده سبجكت لوحده ومحاضره لوحدها هتاخد. antenatal history لما تسال الام history of previous abortion or blood transfusion عشان الار اتش incompatibility، maternal illness during pregnancy عشان congenital infection زي storch infection او diabetes. diabetes ايه علاقته؟ الدايابيتس علاقته ان الدايابيتس بيعمل بوليسايسيميك بيبي، وبالتالي البوليسايسيميك بيبي ده الريد بلاد سيل ماس عنده كتيره، وبالتالي الاوفر برودكشن اوف ايه اندايركت بيروب. دراج انتيك زي السلفونامايدز او انتي مالاريال دراجز، لان دول ممكن يؤدوا الى اوكسيدايزنج ايجنتس في جي 6 بي دي، يحصل ماسيف هوموليسيس للريد بلاد سيلز. او نيتال عند الولاده بريماتور رابشر اوف ممبرين، سبسس السبسس تعمل هيموليسيس. مود اوف ترمينيشن فورسبس او فينتوز ديليفري ممكن يعمل لنا هيماتوما في الكفال هيماتوما سب بوري اوستال هيماتوما او انترا كرينال هيموريدج، وقلنا اي انكلوزد هيماتوما او اي انكلوزد هيموريدج ممكن يؤدي الى ايه جوندس. نيوتريشنال هيستوري بريست فيدنج، يا ترى سكنتي بريست فيدنج جوندس او النيوتريشنال هيستوري الميلك از ادكويت يبقى تشك في بريست ميلك جوندس. فاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشنز ار اتش انكومباتيبيليتي اور فاميليال هيموليتيك انيميا زي السفيروسايتوزس. اكزامينيشن ميجرمنتس للهيد سيركمفرنس من اسم محيط الراس، بنلاقي مايكرو كيفالي في الكونجنتال ستورش انفكشن اللي هو السيفلس والتوكسوبلازموزس والسايتومولجالو فيروس والروبيلا انفكشن. الهيد لو لقينا سب بيريوستال هيماتوما كفال هيماتوما او فورس ماركس نقول ده يبقى عنده انكلوزد هيموريدج، هي انكلوزد هيماتوما هي اللي عامله لنا الجوندس دي. الهيد طبعا لازم نبص وجود الجوندس ولا لا في الكونجنكتيفا والبالت. لو لقينا مع جوندس بالور يبقى عندنا هيموليس هيموليتيك كيس او هيماتومس. لقينا ان في بوليسايسيميا انفنت اوف دايابيتيك مادر اور سمول فور جستيشنال ايج. الترنك لو لقينا انفلايتس انفلاميشن في الامبيليكال ستامب يبقى امبيليكال سبسس، وقلنا سبسس برضه تؤدي الى هيموليسيس. السكين كالر ليمون يلو او اورنج يلو، يعني لما تبص على الصفره دي تلاقيها اصفر اصفر او اصفر مدي على برتقاني شويه، ده unconjugated. انما جرينش اوليف لايك يعني لون اصفر او زيتوني مخدر شويه، دي بتبقى conjugated في حالات الكوليستيز. signs of sepsis dilethargy poor feeding and sepsis
هايبوثايرويديزم ساينز ليها زي امبليكال هيرنيا او اوبن بوستيريور فونتانيل كيرنكتس اللي هنتكلم عنه دلوقتي كونفالجنز ديب جوندس كوليستيزز اور ان يوترو انفكشن بيبقى معاها الكوليستيزز اللي هي كونجيجيتد هايبر بيليرونيبيا اسبابها معظمها في الليفر بيبقى معاها هيباتوسبلينوميجالي انفستيجيشن سيلوم بيروبين بنطلب التوتال بيروبين والدايركت يعني يطلع لي مثلا ان التوتال 15 والدايركت 0.5 تو ديتيرمين ذا تايب اوف هايبر بيليروبينيميا. طب في حالات الكوليستيزز الدايركت هايبر بيليروبينيميا بنعتبرها دايركت هايبر بيليروبينيميا لو الدايركت بيليروبين از مور ذان دي نقطه مهمه قوي is more than 20% of the total. يعني انت طلبت total diet انت بتطلب كالاتي total bilirubin ودايركت bilirubin. التوتال طلع لك 10 والدايركت طلع لك 0.1. لا دي indirect hyperbilirubin دي unconjugated hyperbilirubin. طب التوتال طلع لك 10 والدايركت طلع لك 6 اكتر من 20% يعني اكتر من 2 طلع 3 طلع 4 طلع 5 دي 6 تقول لا دي كوليستيزز. في الانكونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا بنطلب بلاد بيكتشر ان هو مجلم نلاقي انيميا نلاقي لو فيه هيمولسز نلاقي ريتيكولوسايتوزز نطلب وايت بلاد سيل كاونتس وايماتيور لتوتال وايت بلاد سيل ريشيو نلاقي فيه ايه سيبتيسيميا لو بندور على سيبتسيميا نطلب وات بلاد سيل كاونتس عشان نكسكلود هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن بلاد جروبينج اي بي او ان ار اتش للبيبي والام نعمل فصيله للبيبي وفصيله للام كومز تيست تو ديتكت ماتيرنال انتي بوديز ذات كود ذا ريد بلاد سيلز اوتوماتيك نطلب سي بي سي وعايزين فصائل الاب والام وكومز تيست عشان لو كومز تيست بوزيتيف نعرف ان دي ايه في maternal antibodies that code the red blood cells. To exclude the other forms of hemolytic anemias, enzymatic assay for G6PD deficiency, نطلب RBC morphology and osmotic fragility test عشان لو في congenital spherocytosis. تاني, البيتا ثلاسيميا تعمل يا دكتور ياسر؟ ده أكتر حاجة شائعة. أكتر حاجة هيموليسيس شائعة في دول البحر الأبيض المتوسط. لا, لأنها الهيموليسيس بتاعها والأونست بتاعها at 6 months of age. والبيبي عمره 6 شهور. If septicemia is suspected C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, blood cultures, thyroid profile لو انت عادة بتتعمل عشان تكسكلود الهايبوثايروديزم وبس هي عادة بتتعمل في النيونيتال سكريننج بروجرام اللي هي بيسموها شكة الكعب. Treatment of unconjugated hyperbilirubinemia monitoring كرين سيرم بيلروبين ليفل توتال او ترانسكوتينيوس. ده ترانسكوتينيوس دي حاجه جديده كده بيسموه جهاز يعني يحطه على قوره البيبي يقول لك النسبه كام. مش اكيوريت ده بنعمله ايه عشان ما نشكشكش البيبي كتير. هو اتعمل له عند الدخول وبيتعمل له تقريبا كل يوم بس ممكن نستخدم الجهاز ده ان هو نحطه على قورته نحطه على قورته عشان ايه ان شاء الله كل ساعه. الترانسكوتينيوس بيلروبين تيست اللي هو الجهاز ده is not reliable during phototherapy treatment. Plot total serum bilirubin on an hour specific normogram that indicates risk zones. الجدول ده والجدول ده مهم جدا. لو تخلي بالك الجدول ده متقسم لايه؟ متقسم لنسبه البيلروبين في اللونجتينال اكسس ومتقسم لعمر البيبي بالساعات. ندي مثل طفل عمره 72 ساعة والبيليروبين بتاعه طلع 5 هو تحت خالص تحت أي كيرف خالص. دي بنسميها لو ريسك زون. لو ريسك زون مرسومة عندك في الكتاب ومكتوب ده فولو أب أت إيج 3 تو 5 دايز. يبقى إذا لو هو بلو خالص أي كيرف بنسميه لو ريسك زون. طب الطفل اللي عنده 72 ساعة ده وطلع البيليروبين بتاعه مثلا 11 و 12 ده في اللو انترميديت ريسك زون في ال 40th برسنتايل تعمل له ايه؟ ريبيت within 48 hours. طب ال 72 ساعة طلع 14 ده في الهاي انترميديت ريسك زونز
ده هتعيدها وهتتابعها كل 8 ساعات. طب ال 72 ساعة طلع مثلا 20، ده فوق ال 95th percentile، ده هتعيدها كل 4 ساعات. يبقى إذن لازم تعمل الجدول ده موجود في كل الحضانات وموجود في كل تذاكر النيوناتولوجي، إن الجدول ده الطفل عمره كام ساعة، والجروب بنعمل بلوتنج وأكوردنج بيقع في أنهي مرحلة، بنحدد إزاي إن إحنا هنتابع إيه السفرة بتاعته. طب يا طب دكتور هي هنعالجها عليها إزاي؟ أسئلة لا الأنكولوجي إيه؟ أيوه معلش، هو الأسئلة اللي بتيجي عليه بتكون إزاي؟ في الامتحان بيجي سؤال عليه إزاي؟ الامتحان يجي ان احنا نقول لك الطفل مثلا عمره 72 ساعه والسفره بتاعته طلعت 5، ايه البروبر اكشن انك تاخده؟ فولو اب ات ايج اوف 35 ات ايج اوف 35 دايز، ولا ريبيت وزين فور افري 4 اورز؟ طب انت تختار ايه؟ لا تختار، لا ده لو ريسك زون، مش ده ام سي كيو اهو، بيبي عمره 72 ساعه فول تيرم وزي ما فيهوش اي حاجه، والصفرة ظهرت على اليوم الثالث وطالعه 5، ايه البروبر مانجمنت؟ انك تفولو اب ات 3 تو 5 دايز ات ايج 3 تو 5، ولا انك تعمل له ريبيتد الدايركت والاندايركت بالروبن ات افري 4 اورز، ولا افري 12 اورز؟ طب انت فاهم ده لو ريسك زون، فهمت يجي ازاي؟ تمام. تمام. طيب الفوتوثيرابي اللي هو الجهاز الضوئي، اللي هو تلاقي بقى الناس البلدي يقول لك احنا حطينا الواد في البيت على لمبه نيون عشان الجهاز الضوئي لونه ابيض زي اللمبه نيون، وهم يحطوه كلهم طالما ده ابيض فابيض وكله لمبه نيون وخلاص. لا الفكره مش كده. الجهاز الضوئي في الحضانه الفوتوثيرابي اكسبوجر اوف نيو بورن تو لايت بلو اور وايت اوف جرين لازم يكونوا سبيسيفيك ويف لينث 450 ل 460 نانومتر، يعني هي مش اي ضوء وخلاص، ويف لينث معين. converts ال unconjugated bilirubin to non-toxic compounds. يبقى دي فكرة الفوتوثيرابي، بيحول ال unconjugated bilirubin to non-toxic compounds that are easily excreted through urine and bile. type conventional phototherapy هنوري لك صورة ليه، عبارة عن جهاز ضوئي زي لمبة كده سقف فوق البيبي أو بلانكت كأنه متغطي ببطانية بتطلع فوق ضوء، او انتنسيف بيليسفير. بيليسفير دي حاجه عامله زي كانه داخل 360 درجه الضوء بيحوط الطفل. هنوريك سلايدز ليه. انديكيشنز امتى بنعمل فوتوثيرابي؟ لو بيلورين ليفر هاير ذان 15 ملي جرام بير دي سي لتر بيفور اور افتر ان بتوين اور ان بتوين اكستشينج ترانسفيوجنز بروفيلاكتيك ان فيري لو بيرث ويت انفانت سيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. Side effects, it is generally safe, بس ممكن تعمل لنا سكين راش، ريسيمة، loose stools, dehydration من الضوء من الحر يعني، hyperthermia, defective maternal infant interaction, damage, contraindication, cholestasis. مش في حالات الكوليستيزس، في حالات الاندايركت هايبربيلروبينيميا بس، لان لو في كوليستيزس بتعمل لنا برونز بيبي سندروم، dark gray, gray brown pigmentation in the skin. ملهاش fat effect. المسافه لازم تكون بين اللايت سورس والبيبي 45 سم وماكسيمم اماونت اوف سكين اكسبوزد، ولازم نكفر الاي بحاجه اسمها بنعمل له نظاره، حاجه كده كفرنج للاي نمنع لانها بتعمل ريتينال دامج. والجينيتاليا لابس البامبرز بتاعه ومغطين الجينيتاليا وملبسينه بجميع نظاره، حاجه كده بتمنع الايه ريتينال دامج. طيب خطوه ثانيه بنعمل له اكستشينج ترانسفيوجن. يعني ايه اكستشينج ترانسفيوجن؟ البرنسبل ان ميكانيكال ريموفن اوف بيلروبين اند انتي بوديز كوتد ريد بلاد سيلز. يعني ايه؟ تخيل انت عندك عندك كوبايه ميه مطينه، ده دم البيبي، وعايز تغير الدم المطين ده كوبايه من غير ما تدلق الميه، انا مش هنصفي دم البيبي. تعمل ايه؟ تجيب كوبايتين ميه نضاف، تاخد 5 سم من الميه الطينه وترميها في البلاعه، وتاخد 5 سم من الميه البيضه من الميه النظيفه تحطها في الكوبايه اللي مش نظيفه، وبعدين تعيد القصه تاني، تاخد 5 سم من الميه اللي مش نظيفه ترميها في البلاعه، وتاخد 5 سم من الميه الايه الكويسه تحطها تاني في الكوبايه. تكرر تكرر تكرر، يبقى منسوب الميه في الكوبايه اللي هي المطينه شويه ما قلش قوي، انت دوت بتاخد 5 سم وترجع 5 سم، تاخد 5 بس انت كررتها مرات كتيره جدا، تلاقي الميه مع مرور الوقت ايه راقت. ده الميكانيزم، ان انا باخد
جزء من الـ من الـ من البلاد بتاع الطفل وارميه وادخل مكانه 5 مللي جداد وهكذا، يبقى ميكانيكال ريموفال. يا جماعه هو الوقت انا خايف يعدي مننا بس. طيب ميكانيكال ريموفال اوف بيليروبين ان انتي بادي بادي كوتد ريد بلاد سيلز، ونعمل كوركشن للانيميا. لو هيموليتيك ديزيز من النيو بورن عند الولاده بنعمل ايرلي اكسشينج ترانسفيوجن. ايه الحالات اللي احنا انديكيشنز؟ لو الكورد بيليروبين 5 مللي جرام اور دي سي لتر اور مور، يبقى وانت من الكورد الامبليكال كورد لقيت البيليروبين عالي 5، بيليروبين ليفل is rising over 1 milligram per deciliter per hour، يعني بيزيد كل ساعه باكثر 1 milligram per deciliter in spite of phototherapy. والبيبي هاز ريسك اوف كرنكترس. يبقى ده في الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. او بيليروبين ليفل مور ذان 25 milligram per deciliter in spite of phototherapy. عالي عن 25 milligram in spite of phototherapy. However, no specific bilirubin level is deficiently safe that are non-toxic. يبقى ما عندناش نسبة محددة نحلف بيها كده. لازم refer لـspecific curves. وفي كيرفات تانية بقى هنا على حسب العمر، دي مش عليك يعني، على حسب العمر ونسبة هنا لا اعمل فوتو، لا لازم تعمل direct exchange. النايب لو دخلت الحضانة مرة قول له عايز اشوف الكيرفات بتاعت الجوندس، امتى اعمل فوتو وامتى اعمل ايه exchange. التكنيك امبليكال فينس كاستر، احنا ميزه الحبل السري ان لسه مفتوح الامبليكال فين، فبيركب قسطره. قسطره فين؟ في الامبليكال فين، وبيبتدي يعمل بالطريقه اللي احنا بنقولها. بيجيب دم حوالي دبل الفوليوم بتاع البيبي. طب انا اعرف الفوليوم بتاع الدم في البيبي ازاي؟ الفوليوم بتاع الدم في اي بيبي عباره 85 مللي في الوزن. يعني لو هو وزنه 2 كيلو 85 في 2 يعني 170 مللي، لو هو 3 كيلو هكذا. يبقى ده وزن، عارف الدم اللي في قد، يجيب الدبل بتاعه. يعني للبيبي مثلا 3 في 5 250 مللي، يجيب 500 مللي دم. البلاد شود بي فريش irradiated screen for cytomegalovirus HIV and hepatitis. ايه اللي بيحصل بقى؟ alternating withdrawal of 5-10 مللتر of the baby بس من على بره خالص and repeating with donor blood. نفضل نكرر العمليه دي لغايه دبل الفوليوم بتاع البيبي، دبل الفوليوم بتاع البلاد اللي عندك، خلصناه. وبالتالي فضل الفوليوم بتاع البيبي ثابت. بس ايه التايب اوف ذا بلاد؟ دي نقطه مهمه. لو عندك RH incompatibility بنستخدم RH negative blood، يبقى RH negative blood cross matched with the mother's blood. يبقى نعمل له cross matching مع دم الام. دم الام ما كسروش، ما عملوش حاجه، يبقى خلاص نديه للبيبي. لو ABO incompatibility بندي O positive او O negative blood، مش فارقه معانا هنا مساله ABO incompatibility مش RH factors، و blood cross matched with the mother's blood. يبقى لو RH compatibility بندي RH negative blood cross matched with the mother's blood، ABO incompatibility بندي O positive أو negative blood cross matched with the mother's blood. In other cases the infant's blood group after cross match. يبقى لو بصيت في السلايد هتلاقي في الكتاب هتلاقي الاكسشينج ترانسفيوجن عاملين ايه؟ مركبين القسطرة في الامبليكال فين، وفي ثلاث حاجات donor's blood وازازه كده دي اللي هي البلاعه على بره، فاقعد ياخد ويرجع ياخد ويرجع. وعندك تريبل كوك، يعني ايه؟ تقدر تتحكم. انا هنا باخد من البيبي وبعدين بحول المسار على بره، وبعدين احول المسار على الدم الدبل فوليوم، اخد منه 10 مللي واروح محول المسار ومدخله على البيبي، وبعدين واعيد كده لغايه لما اخلص الدبل فوليوم بتاع البيبيز بلاد. الكومبليكيشنز complications related to umbilical catheterization. وهو بيركب قسطره للسره بنسميها قسطره سريه او قسطره سره.
ممكن يحصل فازوسبازم، ثرومبوزز، امبوليزم، انفكشن، نيكروتايزنج انتيروكولايتس، كومبليكيشنز ريليتد تو يوز بلاد، ممكن يحصل لي بلاد بورن ديزيز، في سايتوميجالو فايروس، في هيباتيتس سي، في ايدز، في وات ايفر، ممكن يحصل من دم نفسه بلاد جروب انكومباتيبيليتي، جرافت فيرسز هوست ديزيز، ميتابوليك لو الدم قديم هايبر كاليميا، هايبوكالسيميا، كومبليكيشنز ريليتد للتكنيك، فوليوم اوفرلود بدل ما هو يدي يعني بالطريقه دي يحصل فوليوم اوفرلود او هارت فيلير، يبقى دي كل دي كومبليكيشنز في الاكسشينج ترانسفيوجن. في بعض الفارماكولوجيكال ثيرابي، المحاضره دي مشكله انها طويله والزمن ساعه، ده يعني مش كافي جدا، مش كافي خالص يعني. تريتمنت اوف انكونجيجيتد هايبربيليروبينيميا، ممكن ندي يعني علاج دوائي، بندي انترافينوس اميونوجلوبولين 1000 ملي جرام بير كي جي في خلال ساعتين لاربع ساعات، reduces the need of exchange transfusion in isoimmune hemolytic disease. ده غير ده، خلي بالك ده غير حقنه الانتي دي العضله اللي الام بتاخدها، دي حاجه ثانيه خالص. تدي للبيبي انترافينوس اميونوجلوبولين 1000 ملي جرام بير كي جي دي في خلال انفيوجن على مدار ساعتين لاربع ساعات، reduce the need of exchange transfusion in isoimmune hemolytic disease. فينوباربيتون اللي هو سيمونالتا، لقوا ان سيمونالتا ده الفينوباربيتون بيعمل ستيموليشن للجلوكونايل ترانسفيز انزيم، يعمل له ستيموليشن شويه بس، بنستخدمه في الكريجرال نجار سيندروم تايب 2. تايب 2 ده اللي هو الاوتوزومال دوميننت، اللي هو فيه كونجنتال ديفيشنسي للانزيم مش كونجنتال ابسنس. تايب 1 اوتوزومال ريسيسيف فيري سيفير كونجنتال ابسنس اوف كريجرال نجار، ريجنال نجار سيندروم تايب 2 ده اوتوزومال دوميننت، في بس ديفيشنسي للانزيم، فاللي فيه يبقى فيه انزيم بس ديفيشنت، فهنا ممكن ندي الفينوباربيتون كتريت من الكريجنال نجار سيندروم تايب 2. خلي بالك في الام سي كيو الفينوباربيتون لكريجنال نجار سيندروم تايب 2. طيب كل ده وما قلناش ايه البيلرومين انديوس نيورولوجيكال ديسفانكشن والكيرنكترس. ايوه سامعيني يا جماعه ولا لا؟ ايوه سامعين حضرتك يا دكتور. طيب هو فاضل 2 سلايدز او 3 سلايدز خلاص نفسر بيها البيلروم انديوز نيورولوجيكال ديسفانكشن. كل ده بنعمله عشان ما يحصلش كده. هو it is a neurological complication of severe neonatal hyperbilirubinemia indirect bilirubin مش الدايركت مش الكوليستيزس طبعا in the form of acute encephalopathy only or progression to chronic encephalopathy and permanent handicapping. Kernicterus, it is the yellowish staining of the brain, especially basal ganglia, due to the deposition of unconjugated bilirubin, وبيعمل neuronal damage. دي صورة لأوتوبسي، لو خدت بالك البيزل جانجليا لونها أصفر أكتر من بقية البرين، أغمق يعني في الصفار، ده سبب ترسيب الإيه؟ ال indirect hyperbilirubin. الريسك فاكتورز bilirubin higher levels of free unconjugated bilirubin في ال Rh compatibility, higher duration of exposure to this high level يعني تعرض لل indirect فترات اطول, higher production زي hemolytic cause, كل ده ريسك فاكتور. او نقص الالبومين, ليه؟ لان الالبومين بيعمل binding للfree bilirubin في الدم, فلو نقص الالبومين يبقى فري بيلروبين اكتر. ريديوس او ريديوست البومين بايندينج كاباسيتي, يعني الالبومين موجود بس الكاباسيتي بتاعت البايندينج بتاعته متاثره شويه, فبالتالي بيفضل فيه فري بيلروبين في الدم زي حالات البريماتيوريتي, اسفيكسيا, اسيدوزز, انفكشنز, كل دول بيقللوا لي الالبومين بايندينج كاباسيتي. او في ميديكيشنز معينه عملت ديسبليسمنت, فصلت البيلروبين عن الالبومين اللي هو البايندنج سايت بتاعه, زي السينثيتيك فيتامين كي, السلفا السلفونامايدز والسلسليتس. او في الهايبوغلايسيميا الفاتي اسيدز الفورم اللي بتحصل بسبب الهايبوغلايسيميا, ستارفيشن او هايبوثيرميا, كل دول فاكتورز بيؤدوا الى ديسبليسمنت للبيلروبين من الالبوم. والسيك انفنتس زي الاسفيكسييتد انفنتس
والهايبوجلايسيميك انفانتس لان البلاد بلين بارير بتبقى مور ويكر، الاسفيكسيا والسيبسيس والحاجات دي، وبالتالي ات كان كروس ذا بلاد برين بارير اسهل واسهل. يبقى دي فاكتورز بتاثر على البلاد برين بارير زي الاسفيكسيا والهايبوجلايسيميا والسيبسيس. السيبسيس هتاثر على البلاد برين بارير، والسيبسيس هتزود الهيموليسيس، والسيبسيس هتقلل هتاثر على الليفر، تقلل الكونجوجيشن. يعني السيبسيس بصور كثيره جدا ممكن تؤدي الى ايه؟ الصفرة يعني. طيب الكلينيكال بيكتشر، اكيوت بالرومن انكيفالوباسي، في عندي ايرلي فيز، انترميديت فيز، ادفانسد فيز. ايرلي فيز بيبقى مرخرخ شويه، هايبوتونيك، هاي بيتشد كراي، ليثرجي اند بور ساكلين. الانترميديت فيز يتحول من هايبوتونيا لهايبرتونيا للاكستنسورز وهايبر ارشينج اوف ذا باك. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا وتريكة مهمة جدا في الكرنكترس والبيلرومين انديوس انكفالوباسي، ان بيحصل ابيسوتنس. افتكر كلمة ابيسوتنس دي مهمة، ده هايبر ارشنج للباك. لقيت ابيسوتنس وصفرة يبقى هو دخل في بيلرومين انديوس نيورولوجيكال ديسفانكشن اند كرنكترس. سيجرز، فيفر، هاي نيونيتال مورتاليتي ان ذيس فيز. يبقى اول فيز هايبوتونيا وهاي بيتشد كراي، بعد كده يبتدي هايبرتونيا للاكستنسرز وهايبر ارشنج للباك، ريترو كولس، سيجرز، اريتابيليتي، فيفر، هاير نيونيتال مورتاليتي ان ذيس فيز، سرفايفلز ديورنج انفانتس ديفلوب كرونيك بيلروبين انكفالوبس. ادفانسد فيز ماركت ابيسوتنس، هوريكو سلايد لي، شارب كراي، ابنيا، سيجرز، كوما اند ديث. طب عدى من مرحلة الأكيوت كيوتي دي خلاص، وخلاص عدى منها، بيبقى في كرونيك بيلروبين انكفالوباسي، كرنكترس، وبوست كرنكتريك سريبرال بولسي. ده هتدرسه السنة الجاية، سريبرال بولسي، منتال ريتارديشن، أسيتوزيس، ديفنس، ليميتد أبورد جيز، دنتال ديسبليزيس. مانجمنت، سكسس سسبكتد كيسز، إميديت إكستشينج ترانسفيوجن، وراه فوتوثيرابي على طول. Established cases, exchange transfusion to minimize further brain damage, priority discharge. خلاص لو هو يعني انت شاكك ان هو دخل في كرنكترس، auditory evoked potential عشان for every infant to search for hearing، لان بيبقى معاهم ايه؟ deafness. كده احنا خلصنا المحاضره وهنشوف بعض السلايدز. دي صوره الارشنج بتاع الباك اللي بنسميه الابيثوتونس في الكرنكترس، في صورة الجهاز الضوئي الفوتوثيرابي لام، سواء انت هتشوفه الدياجنوستيك او ده العلاج الضوئي. ده صورة البيلي سفير اللي هو حاجة 360 درجة بتحاوط الانفنت فوتوثيرابي. دي صورة الاكسينج ترانسفيوجن عن طريق ان احنا بنعمل امبيليكال فينس كاستر وبنجيب دبل البلد، دبل البلاد دونر دونيشن، ده دبل البلاد. اعرف البلاد بتاع البيبي ازاي؟ 85 ملي في وزنه، 85 في 3 ادي وزنه، جيب الدبل بقى. يبقى السمري، هايبر بيلروبينيميا از كومن اند بوتنشالي سيريوس ايشوز ان يونيت، امبورتنت تو ريكوجنايز اند دياجنوز ايرلي ان اوردر تو انيشيت برومبت تريتمنت وين بوسبل. عايزين نقول شويه حاجات كده in one second، شويه حاجات تريكات كده او مش تريكات، نقط توسع مخ يعني تبقى فاكرها اولا بقى اشتغل، ارجع عايز اوريكم بس. اولا الجدول ده مهم، ازاي افرق ما بين الفيسيولوجيكال اند باثولوجيكال جوندس؟ اسباب سهله وواضحه. في نقطه مهمه، الار اتش انكومباتيبيليتي، الام بطبيعتها مش سنسيتايز، تعرضت لنقل دم قبل كده، حصل لها ابورشن قبل كده، ولاده قبل كده، يحصل في البيبي التالي. انما في الاي بي او الام بطبيعتها سنسيتايز، والام اللي فصلتها او الانتي بوديز بتاعتها للاسف طبيعتها اميونوجلوبولين جي سب كلاس، وبالتالي بتكروس ذا بلاسنتا. في فرق من البريست فيدنج جوندس اللي هو ديفيشنسي في البريست ميلك، في زياده في الانتيروباتيك سيركليشن، وفي فرق بين البريست ميلك جوندس. لازم الفروقات دي تبقى مهمه.
وجدول الفرق ما بينهم بريست ميلك فيلير جوندس فيرسس بريست ميلك جوندس ده مهم. حته ان البريزنت هيستوري الجدول ات 24 اورز اوف ايج على ثالث يوم ثالث لسبع يوم اكتر من 2 ويكس دي مهمه مهمه بتنور مخك ومهمه في الام سي كيو مهمه ليك كطبيب. الجراف ده مهم انك تعرف ان الطفل ده في انهي ريسك زون والريسك زون انا بالتالي هعمل مونيتورنج على راحتي بعد على اليوم الخامس ولا مونيتورنج كل 24 ساعه ولا مونيتورنج اقيس البيلروبين كل اربع ساعات. ولازم تعرف ان في كيرفات ثانيه عند الدكاتره في الحضانات وهو امتى ندي فوتوثيرابي وامتى ندي اكسينس فاور. الفوتوثيرابي دي اتكلمنا عنها ما فيهاش حاجه يعني اوعى تعمل فوتوثيرابي في دايركت هايبربيلوربينيميا لا دي في الاندايركت بس. والاكسين شرحناه تمام 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 بس يا شباب كده خلصت المحاضره والاندايركت هايبربيلوربينيميا محاضره مهمه واشكركم جدا كانت محاضره يعني طويله شويه للاسف دي المفروض بتاخد ساعتين بس الحمد لله قدرنا نخلصها يعني ونشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور.